الفنان الجميل احمد فرحات، بقول لك منور الدنيا كلها. اهلا وسهلا بيكم بالعراق وشعب العراق حبيبنا. اهلا وسهلا. زرت العراق قبل كده؟ يا ريت، كان نفسي بس للاسف. حفلات اضواء المدينه وكده ما رحتش العراق خالص؟ لا للاسف برضو كان نفسي. ان شاء الله ان شاء الله بعد كده تبقى بعد اللقاء ده على طول هتروح على العراق. يا ريت والله. اهلا وسهلا بقى. اهلا بيك. زي ما قلت اشهر طفل في السينما المصريه، اللقب ده بالنسبه لك بيمثل ايه؟ لا رقم جميل طبعا، طفولة حلوة، حد يكره الطفولة يا عم؟ وبعدين انا كنت زمن الفن الجميل طبعا، انت عارف ايام زمن الفن الجميل، حتى انتوا في العراق بتتفرجوا على افلامنا والناس كلها بتتفرج على افلام في زمن الفن الجميل، فانا بتبهد ان انا من زمن الفن الجميل. طب قول لي اشهر فيلم او احب فيلم لقلبك شاركت فيه؟ طبعا سر طريقة الإخفة، جميل عشان خدع اللي فيه نيازي مصطفى وخدعه الجميلة. وأفلام كتير طبعا عملت لي علامة في طريق حياتي. صحيح. وفي أفلام ظهرت يمكن بمشهد أو مشهدين بس كسرت الدنيا، زي مثلا مغرب في أجازة، إشاعة حب، إشاعة حب مثلا، زي في كمان إشاعة حب زي ما قلت، والرقصة بتاعت قولولو عبد الحليم حافظي كسرت الدنيا. طبعا. شارع حب. طب قول لي مين الفنان بصراحه اللي احتضنك وساعدك ودعمك في الفن وانت طفل؟ كتير كتير، خصوصا الستات والرجاله. من الرجاله اسماعيل ياسين، عبد المنعم ابراهيم، الناس دي كانت بتحبني قوي قوي قوي. والستات طبعا كلهم معروفين، اللي هو هند رستم طبعا، في ساميه جمال، في ناس كلهم يعني. بتحضر حاجه جديده بقى ان شاء الله نشوفها الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله في مسرح، انا بحب المسرح قوي عشان المسرح ده بالفنون. وبعدين في صحيت ايه؟ مسرحيه اسمها يوم لك يوم عليك، كوميديه كده عن صصب وكوميديه، تعرف بحب الكوميديه قوي. مين معاك بقى من الفنانين؟ كتير كتير، في سيادتك عبد السلام دهشان، في فتحي سعد، في منير مكرم، في شويه نجوم كوميديان جمال. شوقتنا للمسرحيه طبعا، بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. اشكرك يا فندم، وانا فرحان بالتكريم اللي احنا فيه النهارده، وفرحان ان انا مع اهل العلا حبايبي. شكرا. احنا اللي سعداء بيك يا استاذ احمد. شكرا.